ذكر القس أننا في الإسلام نجل الإنجيل، وهذا حقيقي، ولكن حينما نتحدث عن الإنجيل نقصد إنجيل عيسى، أي البشرى التي أتى بها عيسى المسيح والأخبار الطيبة، ونحن نحترم ما أتى به عيسى، خاصة إذا استطعت أن تؤكد وتتحقق أن هذه هي كلمة عيسى، هذا إذن هو الإنجيل، إنجيل عيسى. أما ما بين أيدينا اليوم فليس بإنجيل عيسى، إننا نؤمن بالإنجيل وإنجيل عيسى وليس إنجيل متى. إنك حينما تقرأ أي إنجيل، أي إنجيل كبير الحجم، تجد فيه إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، فهل وجدتم فيه إنجيل عيسى؟ إننا نريد إنجيل عيسى، فهل حصلتم عليه؟ الإجابة بالنفي، إنه